قالت بلوم للاستشارات المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف العلامات التجارية في تقريرها الصادر خلال الشهر الجاري، قالت أن مصر احتلت المركز الأول على مستوى أفريقيا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013. وأكد التقرير أن هذا الأداء الإيجابي في جميع المتغيرات أتاح لمصر التقدم بمركزين في التصنيف العالمي لتصبح على مقربة من أفضل 25 دولة على مستوى العالم، مما يجعلها أفضل دولة أفريقية في مستوى الأداء. وتجدر الإشارة إلى أن بلوم كونسلتنج هي الشريك لمنتدى الاقتصاد العالمي، ويقوم بتحليل وتقييم الأداء الخاص بالعلامة التجارية ل198 دولة على مستوى العالم.